السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في الدوره التقنيه الخاصه بادوب انديزاين اخويا. اذا اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا يعني مميزات ديال الطابلو، كيفاش نقيو انسيريو الطابلو في الادوب انديزاين، وشوفوا معايا السهوله ديالو. اذا اخوان، ملي كنفتحوا الباج ديالنا مثلا فورما A4 كما غادي يطلع لكم، اذا قلنا ملي كنتكيو في W كتحيد لنا داك الخطوط، ومني كانت كيو دبليو عاود كيرجع لنا داك الخطوط. من الاحسن يعني الى كنتو كيديرون جيوكم هاد الخطوط الزرق او لي روبير، مثلا الى عملتي زون دو تيك كيطلع لك واحد الزون ديال هذاك، الى عملتي زون ديال الصوره كيطلع لك زون هنايا، يعني هادو يبقى يبانوا لك، يقدروا يكونوا كيديرون جيوك وما تعرفش كيفاش كتزولهم. اذا كما قلت لك، يعني بغيتي تعرضهم ولا بغيتي ما تعرضهمش، كتسكيف دبليو وكيتحيدوا لك كاملين. اذا هذه هي بالنسبه للخطوه الاولى. اما بالنسبه للخطوه الثانيه اخوان، هو انني انا انستاليت الفيرسيون باللونجلي، يعني باللغه الانجليزيه، وعملت يدعم اللغه العربيه باش تقرا لكم اللغه العربيه. يعني ملي تجي انستالي عجبت تما انجليت، يعني تدعم اللغه العربيه، يعني هذيك هي اللي تختارها باش مثلا بغيتي تكتب اي حاجه باللغه العربيه تقرا لك، اي حاجه باللغه العربيه تقرا لك كما كتشوف معايا اسود، يعني كتقرا لك اللغه عاديه. يحتاج اغلبيه ديال الناس اللي غادي اغلبيه منكم اللي غادي يجي يكتب باللغه العربيه ما غاديش تقرا له. تمام الاخوان، يعني حاولت انستالي باللونجلي باش جبرت ما انجلتش يدعم اللغه العربيه باش تطلع لك اللغه العربيه ديالك. اذا الاخوان، ملي كنشوفوا مثلا عندك جوج طرق كيفاش تقدر تخدم يعني عن طابلو. اول شيء تقدر ديرها من هنا، كتمشي طابل كتمل كريت طابل، وكيعطيك هنا تخدم لي فيرسيون لي كولون الى غير ذلك. مثلا شحال فيه من يعني من خانه، هيدا هادو هما الخانات، شحال فيه من خانه، وكولون اللي هما الاعمده، يعني شحال فيه من عمود، واش 3 4 الى غير ذلك. مثلا الى عملنا 6 وعملنا 4 ديال لي كولون، يعني هادوك 4 ديال 6 ديال الخانات غادي تقسموا لنا على 4 ديال لي كولون بحال الطريقه هادي. شوف معايا، يعني كاين 6، كاين 4 ديال لي كولون و 6 ديال الخانات. تمام الاخوان، قبل ما نكملوا غادي نمشيو نكريي الطابلو. هنايا كاينه ليفت تو رايت، ليفت تو رايت هي يعني الكتابه ديالنا ولا الطابلو ديالنا غادي يبدا من الشمال لليم. انا نعمل لكم واحد ليفت تو رايت، وغادي نعملوا واحد رايت تو ليفت. تفهمنا، غادي نعملوا جوج باش نعرفوا الفرق بيناتهم. غادي نعملوا واحد بالليفت تو رايت، مثلا نخليوه هيدا ونعملوا ليفت تو رايت، هذا ليفت تو رايت، وغنزيدوا واحد اخر ب ليفت تو رايت، غادي نزيدوا واحد اخر بالليفت تو رايت، عاد تشوفوا الفرق بيناتهم. هذا اللايف تو رايت، يعني هذا ليفت تو رايت واللايف تو رايت. هذا الاخوان الا بغيتي تسيليكسيوني، مثلا الا بغيتي تسيليكسيوني الكتابه ديالك كتسيليكسيوني من الجهه ديال الشمال، يعني هذا بحال اللي معدل باللغه الفرنسيه ولا الجهه الانجليزيه، يعني كيتسيليكسيونا من هنا. وهذا الا بغيتي تسيليكسيوني من هنا، راه مستحيل تسيليكسيونا لك كامل من هنا، يعني هذا كيتسيليكسيونا من الجهه ديال يعني الجهه الفرنسيه. الا بغيتي تسيكسيوني كامل خصك تسيكسيوني من جهه الفرنسيه العربيه، يعني هذا غادي يبدا لك بالسيليكسيون. ملي غتبغي تسيكسيوني شي حاجه غادي يبقى تسيكسيوني من الجهه ديال اليمين كيف ما كتشوف معايا. مثلا بغيت ندير، مثلا بغيت نسيكسيوني الطابلو كامل بالطريقه اللي وريتكم بحال هذا، مثلا بغيت تسيكسيوني كامل كتسيكسيوني من هنا، وهذا الا بغيتي تسيكسيوني كامل كتسيكسيوني من هنا. فهمنا اخوان، يعني الجهة الفرنسية غادي تلقى، بغيتي تسيليكسيوني عاود هذا كامل غتلقى من هنا، غتلقى هذا من هنا، غتلقى هذا من هنا، غتلقى هذا من هنا. ولكن هذا لا، هذا ما يمكنش تسيليكسيوني من هنا، هنا غتلقى بلاصة فين كتصغر فين كتكبر إلى غير ذلك، هذا يعني غتسيليكسيوني من هنا. تفهمنا، هذا هو الفرق ما بين ليفت تو رايت والرايت تو ليفت، يعني هذا مهم هذا القضية ديال الإخوان. ثاني حاجه الاخوان، بالنسبه للناس اللي عندهم فيرسيون قديمه ما غاديش تخدم معاهم هذه الطريقه هذه، شنو خصهم يعملوا؟ خصهم ضروري يعملوا واحد زون دو تيكست، واحد زون دو تيكست مثلا غادي يعملوها اذا خاويه، وغاد عادي يمشيو للطابل عاد يجبروا يعني كرييت مثلا طابل او لا انسير طابل، عاد غادي يعطيهم، وهذاك الطابلو هو اللي كيتخشى في البلاصه ديالو اللي هي ديك زون ديال التكست. اذا اخوان، علاش كنعملوا، علاش حنا اذا بالنسبه للناس اللي غادي يعملوا يعني الطابلو كنفضل يعني يخدموا بهذا الزون دو تيكست هادي. هاد الزون دو تيكست هادي انا نوريكم علاش. مثلا الا كان عندك شي مثلا الا كان عندك شي جدول، يعني شي جدول مثلا نقولوا شي جدول
واحد ما نعرف، مهم اي حاجة، شي جدول غنلقاو مثلا شي جدول هنايا، تكست تكست، كتابة كتابة، واحد يعني كتابة مثلا غنحطو هادي، غنحطوها هنا، غادي نحطوها هنا، غادي نحطوها هنا الاخوان، نحيدو هذا وغادي نديرو انسيغ كتابة، انسيغ كتابة كيولي كيتعامل مع 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 الطابلو الاخوان. مثلا هذا نعملو التكست ديالنا هنا اللي هو هذا، هذا التكست ديالنا، نهزو التكست ديالنا بالطريقة هادي ونحطوها في الطابلو ديالنا، نحطوها في الطابلو ديالنا، نعملو لو باست، ما بغاش ينزل، ما عرفتش علاش ما بغاش يتكوبا التكست، خصو ينزل، ها هو نزل الاخوان. دابا هذا الاخوان غنعملو له مثلا كوبي، نعملوها من الجهة ديال يعني نعملوها من الجهة ديال العربية بالطريقة هادي، من الجهة العربية. دابا الى عملنا عملنا التكست، الى عملنا التكست ب ب يعني بهذا، الى عملناها ب ديريكت بالطريقة هادي، ما غاديش تجينا في غادي يعني تعذبنا الاخوان، شوفوا معايا كتعذب. ولكن الى عملناها بزون دو تكست هذيك هي اللي بغينا الاخوان. دابا الى شفتوا معايا بهالطريقه هذه، متى الى مشينا اجينا هنا وعملنا طابل الى غير ذلك، بغينا ندخلوها بغينا ندخلوها، شوفوا معايا تعذبنا ملي ندخلوها للكتابه، غادي يجينا داك الشيء مشربك. لهذا كنفضلوا الاخوان نخليو زون دو تكست ديالنا معوطه ونعملو ونكملو بالطابلو، باش ملي نكونو كنخدمو نتحكمو فيه، نتحكمو فيه حتى ب يعني نتحكمو فيه حتى ب بالتكست ديالو، كنخليوها هايده فحال باغي نكملو، عاد كنعملو انسير طابلو، نعملو انسير طابلو وعاد نعملو الجهاد العربية. حنا دابا عندنا الجهاد العربية، نعملو ليفت، نعملو الجهاد العربية اللي هي الرايت تو ليفت، نعملو الرايت تو ليفت ونعملو التكست ديالنا. تفهمنا الاخوان؟ اذا دابا هاد التكست هذا الاخوان يعني بقيت سيليكسيون انا من الجهه ديال اليمين، الجهه العربيه. هاد التكست هذا يعني خصو يطلع لكم واحد الطابلو هنايا فيه الاختيارات ديال الطابلو الى غير ذلك. انا بالعين حيدتو، علاش؟ لان ملي كتانستالي الفيرسيون ديالك اول مره ما كيطلع لكش، يعني كيطلع لك الطابلو بحال هيدا، غتطلع لك خاويه. كتجي هاد اسونسيال كتلقى هاد ادفانسد، ادفانسد كتسكي فيها كيف ما قلت لكم الاخوان، ملي كنعملوا ادفانسد كيطلع لنا الطابلو ديالنا هنا. دابا غادي نمشيو نعملوا انسيغي الطابلو، غادي نمشيو نعملوا الطابل اللي حنايا راه كاينين في التكست، غادي نمشيو نعملوا الطابل، غادي نعملوا انسيغي طابل، وغنعملوا هاد الرايت تو ليفت، وغادي نختاروا الطابلو ديالنا بالطريقه ديالها. ها هو الطابلو ديالنا يعني واجد. دابا اي حاجه بسيليكسيون اخوان كما قلنا غنكليكيو بالجهه اليمين، غنسيليكسيوني بالجهه اليمين. دابا الا بغينا نكبرو غادي نكبروه بهذه الطريقه هذه، كتكبروا كيف ما بغيتي، كتصغروا الى غير ذلك، كتصغروا بهذه الطريقه هذه. بغيتي تصغروا، بغيتي يعني مثلا تصغر هادو، تصغر هادو وكتكبر هذا بوحدو، كتكبروا بالنسبه الى كان العنوان الى غير ذلك. الا بغينا الا بغينا نسيليكسيونو غير هاد الصف هذا نديرو له لون محدد، فكنجيو بلاصه ديال اللون اللي هي هادي وكنختارو، بغينا نختارو من تما كنكليكيو جوج مرات، بغينا نختارو من هنا كنديرو لون كنكليكيو مره واحده بالطريقه هادي. الا بغينا نسيليكسيون، الا بغينا مثلا لونو هادو كاملين بلون، يعني كتولي كتلعب الاخوان، يعني هادشي هذا ليس له حدود، يعني ضروري تكتشف راسك هادشي هذا. مثلا هادو نديرو لهم لون وهادو نديرو لهم لون، كيما كتشوف يعني ما كاينش الحدود الاخوان، اي حاجه ممكن في الادوب ان ديزاين الاخوان. مثلا هادو بلون وهادو بلون، مهم نديرو حنايا هادو بشي لون اخر مغاير، نديرو مثلا هذا، مثلا هذا اخضر بالطريقه هذه، ولا نختارو لهم شي لون، كليكيو جوج مرات هنا نختارو شي لون اخر بالطريقه. دابا الاخوان الا بغينا نبدلوا النوع ديال الخط، الكونتور اللي داير بالكونتور، كنكليكيو هنايا جوج مرات كيطلع لنا الخط هذا، يمكن لك على شكل نقاط، مثلا هذا على شكل نقاط اللي كتكليكيه الفوق، مثلا ملي كتكليكي هنا كيعطيك شكون هو اللي مسيليكسيوني. حاليا حنا مسيليكسيونين غير الخارجي، حنا عملنا الداخلي والخارجي، تفهمنا؟ دابا عاد يمكن لك تسمى البوان وعاد كي يعني كيجيك الداخلي والخارجي، تفهمنا اخوان؟ راه كيعطيك واحد الطابلو تما كيقول لك شنو هو اللي مسيليكسيوني.
يعني شنو هو اللي بغيتي تعمل له داك الخطوط او النوع ديال الخط. فإلا عملنا مثلا عملنا دي سيليكسيون هذوك غادي تبدلنا غير غير الخارج. دابا حنا سيليكسيونين غير الخارجي، هو يتبدلنا الخارج يعني حاليا غير في الخارجي، والخارجي ماشي مكمل، راه عندنا وحده فوقانيه ناقصه، غادي نزيدو لها حتى هي الخارج. بالنسبه للخارجي عندنا ناقصه اللي هي هذه بهذه الطريقه هذه. فكما كتشوفوا معايا الاخوان راه اي حاجه ممكنه في الادوب ان ديزاين، يمكن لك تكبر هنا، يمكن لك تصغر، المسائل كامله ممكنه. فبالنسبه للكونتور يمكن لك تزيد، فبالنسبه الى بغيتي تهبطوا لتحت شويه كتهبطوا غير اونتري كتهبطوا. دابا الى بغينا نكتبوا مثلا كتبنا ماروك، كتبنا مثلا هنايا ماروك، ماروك كتبنا هنايا فرنسا، فرنسا كتبنا مثلا هنا اسبان، كتبنا هنايا تشورك مثلا، ايه نجربوا السلام تشورك. كذلك بالنسبه للتكست الاخوان راكم عارفين تشورك، بالنسبه للتكست الاخوان راكم عارفين بغينا نعملوه كابيتال. بالنسبه للتكست كامل كابيتال، كنمشيو غير التايب، كنمشيو الكاركتر، شوفوها هنايا هاي دوكا كابيتال كامله. دابا هذه يمكن لك تعملها سونتري، كتعملها سونتري في الوسط كامله. هنايا هاد التدرج هذا الاخوان بغيتي تهبط الكتابه ديالك كتهبطها، بغيتي تزيد تهبطها كتهبطها، بغيتي تطلع كتطلع. فيمكن لك تكبر نوع البوليز ديالك كتكبره من هنايا. يعني الصراحه طابلو كيجي بروفيسيونيل اخوان بالنسبه، وكيولي فحال واحد الفورميل كتعمرو، كتعمرو بشكل عادي، فهمنا الاخوان كتعمرو هادو كاملين كتسيليكسيونيهم كتعمل لهم الوسط، بغيتي تهبطهم شويه كتهبطهم بهذه الطريقه هذه سونطري. صراحه طابلو ساهل، ساهل بزاف في الادوب ان ديزاين الاخوان. كذلك يعني يمكن لك مثلا هادو كاملين بغينا مثلا واحد الجدول، مثلا هذا بغينا نرجعو خانه وحده، كطلع لك واحد البلاصه الاكس هنايا كتقول لك باللي هذا غادي ترجعو خانه وحده، تفهمنا. مثلا هذا كامل بغينا نرجعو خانه وحده، كطلع لك ديك بلاصه الاكس كترجعو بلاصه وحده. يعني ما كاينش الحدود في الادوب ان ديزاين، يعني اي حاجه يمكن لك ديرها في الادوب ان ديزاين. كذلك الاخوان مثلا هاد ماروك هادي رجعوا رجعوا، مثلا هاد ماروك هادي انسيليكسيوني مثلا الجدول ديالنا اللي هو هذا، الى 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 بغينا هاد ماروك هادي ترجع هي الاولى بلي دوني ديالها بكل شيء، كنقلبوا غير من هنايا كترجع ماروك باللوانس ديالها بكل شيء ديالها كترجع هي الاولى، والتشورك كترجع هي الاخرى، تفهمنا الاخوان. فكذلك الاخوان يمكن لك تكبر الجدول ديال، بغينا نزيدو شي كولون ما قدوناش الخانات، بغينا نزيدو خانات، بغينا نزيدو خانات كنسيليكسيونيو غير الجدول ديالنا، كنسيليكسيونيو غير الطابلو ديالنا بهذه الطريقه هذه، كنعملو له سيليكسيون كامل من الجنب، زعمنا بالفرنسيه عفوا، هذا بالفرنسيه كيسيليكسيونيها من هنا، ما لقيتيهاش هنا تلقاها هنايا غيكون العكس، حنا ملي قلبناها ولات العكس، يعني ولا كيتقرا بالفرنسيه. فإلا عملنا هنا غيولي كيتسيليكسيونيها من هنا، تفهمنا الاخوان. يعني انا ملي قلبت ولا كيتسيليكسيونيها من هنا، علي انا كنت كنقلب عليها هنا. فهذا الاخوان الا ما قدوناش الخانات يمكن نزيدو الخانات، هذوما الخانات، كتزيد الخانات شحال ما بغيتي، شوف معايا الاخوان، كتزيد الخانات شحال ما بغيتي، شحال ما بغيتي الخانات كتزيدو، ولكن ما تزادوش فحال خوتهم، يعني كترجع وكتزيدهم بحالهم بحال خوتهم اللي هما هادو لي بوان. ما عرفتش صراحة اين وحده كنا اخترنا، حنا نعملو كلشي هيدا باش نيفيتيو، نيفيتيو كلشي، نديرو كلشي بحال بحال باش ما يتخربقناش الجدول ديالنا بهذه الطريقه هذه كيما كتشوفوا معايا. فكذلك الكولون، مثلا لي كولون ما قدوناش، يمكن لك تزيد حتى لي كولون، كتجمع هادو، تجمع هادو كاملين، كتجمعهم كاملين باوتيل ديال ترانسفورماسيون، كتجمعهم اوتيل ديال ترانسفورماسيون، كتحاول تجمعهم، وهذا اوتي ديال ترانسفورماسيون، وكتكبر الاخوان، كتكبر الجدول ديالك بهذه الطريقه هذه، تحاول تصغر الجدول ديالك. فكما قلت لكم الاخوان كتحاولوا تصغروا وتكبروا غير من هنايا، الا ما لقيتيش داك الاوتي ديال التصغير وديال التكبير، غادي تكون هذه مخبعه ديال البلاصه ديال التكست. وكذلك الا زدتي، الا زدتي مثلا لي كولون، مثلا زدتي لي كولون الاعمده او الخانات وما بانولكش، الا زدتي الخانات الخانات اللي هما هادو وما بانولكش، فخصك ترجع وتكبر هاد زون دو طرافاي بهاد الطريقه هادي. فكما شفتو راه هما ما ولاوش فحال الخوتوم، غادي نرجعو ونسيليكسيونيو كلشي هنا بهاد الطريقه هادي، غنسيليكسيونيو كلشي، نعملو سيليكسيون ديال كلشي، النقاط كاملين خصهم يكونو مسيليكسيونيين، ونختارو واحد النوع ديال الخط باش يجينا كامل بحال بحال. فكما شفتو معايا، فهنايا يمكن لك تكبر
وتصغر ما عرفتش انا هذيك ماروك فين فين ولات يمكن مشات رجعوا كنترول زيت البلاصه اللي مكتوب فيها ماروك ها هي. يعني صراحه سهل بزاف الادوب ان ديزاين اخوان دابا اللي يمكن لك تزيد الخانات كما قلت لكم كتزيدو من هنا ما بانولكش كتكبر غير الكولون ديالك وكتكبر فالا بغيتي تعدلو كامل كتسيليكسيوني كلشي وكتبدلو كما قلت لكم كتسيليكسيوني مسائل كامله هنايا وكتحاول تبدلو يعني النوع ديال الخط اي خط بغيتي كترجع كتطبقو عليهم كاملين هنا يمكن لك تبدل لون الكتابه كتبدل اي حاجه بغيتي صراحة تنوع الكتابة بغيتي تعملها ناعسة واقفة مقلوبة كتشوف الجهاد اللي هان يعني كتولي كتلعب حتى في التكست كيف ما بغيتي تفهمنا الاخوان صراحة ما ماشي صعب بزاف خصك غير براتيك تولي تخدم به مزيان وان شاء الله ما يكون غير خير كيما كتشوفوا معايا يعني كل شيء سهل الاخوان خصك غير براتيك بالنسبه هنا الطابلو باقي ان شاء الله غادي نشوفو يعني كيفاش نبقاو نخدمو بلي فونكسيون باقي غادي نشوفو بزاف ديال الاشياء بالنسبه للطابلو يعني هذا هو الطابلو الاخوان بالنسبه للاباز ديال الطابلو ما خصهاش تحرف لك حتى فشي حاجه بغيتي تصغر من هنا تصغر هاد الخانه هادي بغيتي تكبر هادي بالطريقه هادي تفهمنا الاخوان دابا ما غاديش يكبر لك خصك تولي تكبر زون دو طرافاي كامله يعني خصك الطابلو ديالك راه دابا داخل الا بغيتي تكبرو خصك ضروري تجمعو واحد شويه بالطريقه هذه عادي يمكن لك تكبرو ولا تصغرو لانه ما كيبانش ضروري خصك نعملو كلشي سونطري وغادي تسونطرنا الطابلو ديالنا في الوسط ها هو تسونطر الطابلو ديالنا في الوسط اذا الاخوان نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو باقي ان شاء الله فيديوهات مقبله ان شاء الله على ادوب انديزاين باش ان شاء الله كلشي يولي كيمتريزي هذا اللوجيسيال هذا فمعكم هشام دمج مصمم شهري تلقاو فيديو قبل ان شاء الله نهاركم مبروك سلامه.